food and other commodities can enter Yemen. بهذا المؤتمر الصحفي اختتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارتها لمحافظة تعز، حيث المعاناة بسبب الحرب مستمرة وتدهور الأوضاع الإنسانية تتسع كل يوم. And I have taken note of that. We have taken note of that. هو حابب يقول لك مثل ما ذكر في بداية كلامه، اتكلم على إنه الوضع في تعز هو قلق مقلق جدا، الاحتياجات كبيرة جدا، وهو السبب هيدا إنه بسبب إنه الوضع شوي مقلق في تعز بسبب وجود خطوط المواجهة القريبة جدا من الأماكن السكنية. عشان هيك عم يكون الواقع في محافظة تعز مقلق أكثر، ولكن هو أخذ هذه الملاحظة وبإذن الله رح يعمل عليها لحتى المساعدات إن شاء الله. يرى البعض أن هذه الزيارة جاءت بعد نداءات متكررة أطلقها المواطنون للمنظمات الإنسانية والدولية لزيارة تعز والإطلاع على ما أحدثته حرب الميليشيا عن قرب، حيث أثمرت هذه النداءات ولو جزئيا. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى ما يبدو كانت أول المستجيبين ودخلت لأول مرة ببعثتها التي ترأسها ألكسندر فيت إلى تعز، حيث زارت مستشفيات المدينة والأحياء المدمرة وبعض جبهات القتال. عونا على زيارة السيد ألكسندر، هو وعد أنه سوف يكون صوتنا في مطالبة بقية المنظمات الدولية للعمل داخل تعز، ويعكس صورة الوضع المأساوي والحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة تعز. وعدنا أنه هذه ليست أول زيارة وإنما سوف تتكرر الزيارات. هو حقيقة وجد تعز أنها فعلا تستحق المساعدة، ونحن حقيقة مرتاحين من زيارة السيد ألكسندر لأنه وجد حقيقة الصورة التي كانت عنده مغايرة لما هو موجود في الواقع. زيارة الصليب الأحمر الدولي لتعز حفزت أيضا من تكرار توجيه دعوات السلطة المحلية بقية المنظمات لإرسال وفودها من أجل العمل على إنقاذ المدينة من الحالة المتردية التي تعيشها بفعل الحرب. بعد زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعز، ينتظر أبناء هذه المحافظة نتائج الزيارة وما الذي ستعود به عليهم. هل ستسهم بانتشال الحالة المتردية؟ أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.